احتفل الفنان سعد المجرد يوم الأربعاء 9 يونيو 2021 بوصول حسابه على انستغرام لأكثر من 12 مليون متابع، وتقاسم المجرد فرحته بتحقيقه لهذا الإنجاز مع متابعيه على انستغرام، حيث نشر صورة عبر حسابه تظهر عدد متابعيه الذي بلغ 12 مليون، وأرفق الصورة بعبارة شكرا لكم. من جهة أخرى، يستعد سعد المجرد لإصدار تريو غنائي سيجمعه بالفنان صابر الرباعي ورضوان، وتحمل الأغنية عنوان سهرة صباح، سيتم إصدارها خلال فصل الصيف، كونها أغنية مليئة بالفرح والبهجة حسب ما صرح به الفنان الرباعي.